صبري هبدأ معاك. مبروك طبعا الدرع المرة 43 في عمر، عايز اقول على التوالي يعني، ما اعرفش ليه حزين. تقريبا على التوالي. ما غابش، بس ما غابش كتير برضه يعني. لما ما غابش برضه، لا سنتين كتير بالنسبه لنا احنا، السنه بتبقى كتير. لكن 43 اللي بعدك 14، فرق كبير جدا. صحيح، النادي الاهلي على مدار تاريخه هو انجح مؤسسه رياضيه في مصر. احنا بنتكلم ان اي نادي تاني بعدنا بمسافه كبيره. ده مش غرور، ومش مش احنا قاعدين مش في حته، مش في برج عاجي وبنتكلم من حته مش حقيقيه. لا، الحقيقه ان النادي الاهلي مؤسسه كبيره ناجحه، طبيعي جدا انها توصل لهذا الكم من البطولات عشان هي ماشيه صح من يوم ما ابتدت لحد النهارده. في اسس، في قيم، في مبادئ، في حاجات كتير جدا احنا ماشيين عليها، سواء اداريا او اخلاقيا او في شتى المجالات وشتى الطرق جوه النادي. فالارث ده مورث من جيل لجيل، وبالتالي النجاح مستمر دايما من جيل لجيل. من الحاجات الثوابت اللي احنا اتعلمناها من النادي الاهلي انه لما بيقع له 1000 قومه، فان احنا وقعنا في مره او اتنين قدام صن داونز بعد المره الاولانيه وبعد المره الثانيه، وصحيح هي نتائج كبيره ما نتمناش انها تتكرر طبعا، لكن كان دايما رد الفعل بيكون سريع باننا بنفوز بالبطولات التاليه كلها. فالنادي الاهلي دايما عودنا على كده، ان الوقعه ما بتكسرش، الوقعه بتقوي، بنقوم اقوى. الحمد لله محققين كولر من ساعه ما جه ما شاء الله 5 من 5، الخمس بطولات اللي دخل فيهم خدهم. احنا اول فريق او الفريق الوحيد في العالم الحقيقه في 2023 اللي فاز باربع بطولات. فيا رب نستمر على ده. مبروك لمجلس الاداره، مبروك لجماهير النادي الاهلي الحقيقه، كل المنظومه السنه دي، القناة والنادي والمنظومة الإعلامية والمجلس الإدارة ولجنة الكرة، كل حاجة، حتى الجمهور كله قام بواجبه تماما. كان السنة دي كان كل الناس حاسة إن لا، لازم تكون السنة مختلفة. فالحمد لله ربنا أكرمنا وفزنا بكل البطولات، وعقبال السنين الجاية كلها يا رب.